يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الجماعات يحدثون بعض الاصطلاحات كجماعة التبليغ يحدثون الصفات الست، فإذا ناقشناهم في ذلك قالوا إن أصلها صحيح كاستحداث أهل السنة أقسام التوحيد حيث لا يوجد نص عليها، فهل قولهم صحيح؟ أهل السنة ما أحدثوا أقسام التوحيد، ما أخذينها من الكتاب والسنة، موجودة في القرآن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أقسام التوحيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أقسام التوحيد. فكل الآيات التي في أفعال الله جل وعلا وتقديراته فهي في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي في أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله وما أمر الله به من العبادات فهو في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي في أسماء الله وصفاته فهي في توحيد الأسماء والصفات، ما جابوا شيء من عندهم. أما الصفات الست هذه جابوها من عندهم، وش دليلها من الكتاب والسنة؟ خلهم يجيبوا لنا دليل من الكتاب والسنة على هالصفات الست ونسلم للدليل. نعم.